يعني في الواقع نتساءل بادئ ذي بدء، وكما ورد في التقرير، ما الفرق ما بين تكليف السيد نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة وما بين التكليف السابق؟ كما يعلم الجميع بأنه في عهد الرئيس ميشيل عون هناك 4 رؤساء وزراء تم تكليفهم، نجح شخص واحد أو عفوا بالمرحلة الأخيرة، أقول أعني من بالسنتين أو السنة الأخيرة تم تكليف كما قلنا الرئيس حسان دياب الوحيد الذي نجح بتشكيل الحكومة، في حين أنه تم تكليف السفير مصطفى أديب ولم ينجح، تم تكليف السيد سعد الحريري ولم ينجح. فهنا السؤال المركزي، هل سيتمكن دولة الرئيس نجيب ميقاتي بأن ينجح بتشكيل الحكومة؟ هذا أول سؤال. السؤال الآخر وهو أيضا السؤال المهم، ما هي المعايير التي سيصار إلى الاعتماد عليها لتشكيل هذه الحكومة؟ كما يعلم الجميع بأن هناك شعب منتفض في لبنان، هناك مجتمع مدني، هناك حراك قال كلمته وقال بصراحة أننا لا نريد أي حكومة من الطبقة السياسية، وأننا لا نريد أيضا أي حكومة من تنتمي إلى هذه المنظومة، نريد حكومة تمثل الشعب اللبناني، تمثل تطلعات هذا الشعب. طيب إذن هل الحكومة المنوي تشكيلها من قبل السيد ميقاتي ستراعي هذه الاعتبارات؟ هذا أول سؤال. لبنان يعاني من انهيار اقتصادي وانهيار مالي وانهيار نقدي، يعاني إلى حد ما من فلتان أمني، هل سيستطيع السيد ميقاتي تشكيل حكومة تنهض بهذا البلد؟ ثالثا، هل هذه الحكومة هي حكومة انتخابات؟ أي هل أن السيد ميقاتي لديه ضمانات، لأنني أنا كناشط وكأستاذ جامعي أحرص على إجراء الانتخابات في موعدها، لأن الخلاص الوحيد للبنانيين من هذه السلطة السياسية، فهل سيتمكن من تشكيل حكومة تراعي كما قلنا كان كل هذا هذه سؤالي العناصر وكل هذه سيد العوامل؟ سلام. نعم، بالإضافة إلى كل ما تفضلت به، هل ستكون حكومة نجيب ميقاتي التي سيشكلها لكل اللبنانيين دون حزب معين أو تدخل من أي طرف؟ يعني حسب ما نراه الآن بأن الطبقة السياسية نفسها التي أنتجت الحكومات السابقة ها هي تأتينا لتنتج مجددا رئيس ينتمي إلى هذه الطبقة السياسية. أوكي، تم انتخاب أو تم تكليفه بالأحرى كما نعلم بموجب الاستشارات النيابية الملزمة التي جرت في مجلس النواب وتم إطلاع رئيس الجمهورية عليها، هم نفسهم النواب. فإذا ما الذي تغير؟ فإذا نحن نخشى ما نخشاه بأن نبقى في هذه الحلقة أو هذه الدوامة الفارغة، وبأن الشعب اللبناني سيدفع الثمن، وأننا سنكون في مضيعة للوقت من هنا حتى وصول للانتخابات النيابية. أنا أعتقد أن دولة الرئيس نجيب ميقاتي، مع احترام الشخصي له واحترامي أيضا لشخصه الكريم، لن يستطيع أن يشكل حكومة تلبي تطلعات الشعب. إذا كانت لديه ضمانات كما يقول ضمانات دولية هذا أمر جيد، ولكن هل لديه ضمانات داخلية؟ هل أخذ بعين الاعتبار رأي الحراك وثوار 17 تشرين؟ هل بالفعل كل دول العالم والمجتمع الدولي سيساعد نجيب ميقاتي على الإتيان بحكومة تضع حد للانهيار المالي؟ تعرفين سيدتي أن الدولار منذ يومين لامس 23,000، تعلمين بأن لبنان الشعب اللبناني يعاني من نوعين، هناك أزمة محروقات، هناك أزمة مازوت، هناك مستشفيات بدأت تقفل أبوابها، هناك فلتان، هناك حالة فوضى. ونحن، وهذا أهم يجب الإشارة إليه، هل الحكومة التي سيشكلها الرئيس ميقاتي ستحترم التحقيق الذي يجري في بيروت؟ هل سنصل لنعرف من تسبب بهذا الانفجار الذي يعتبر رابع أكبر الانفجارات عبر العالم؟ نحن نريد الحقيقة. فإذا العناوين كثيرة، المطلوب من هذه الحكومة الكثير، ولكن العبرة بالتنفيذ، ولنرى ما هي هذه التشكيلة ومن هم هؤلاء. ما حرصنا على أن تكون حكومة من الاختصاصيين تأخذ بعين الاعتبار كما قلنا تطلعات الشعب اللبناني المنتفض. شكرا لانضمامك إلينا، كنت معي من باريس المحامي سلام عبد الصمد، دكتور في القانون الدولي وأمين عام مساعد لمنظمة لبنان للأمم المتحدة. شكرا لك.